قانون العفو العام، احنا عندنا قانون ينصدر في السنوات الأخيرة، القانون رقم 19 لعام 2008 كان مقتضى، والقانون 27 لعام 2016 كان واسع وبتشعبات وشمل الكثير من المحكومين. الحاجة ملحة اليوم لتشريع قانون العفو العام، أتفق تماما مع هذه الفكرة، خصوصا ما يتعلق بالمخبر السري، الانتزاع الاعتراف بالإكراه، شهادة متهم على متهم. هذه الثلاثية يعني هي اللي مهمة جدا، وطبعا أكثر من مسودة مشروع قانون نزلت يعني تناولت هاي الجزئيات، انه الفئات المشمولة الفئات غير المشمولة، هو بيه تفاصيل حتى في المنهاج الوزاري لدولة الرئيس السوداني كان بيه فقرة الانتماء، تعديل قانون العفو بالنسبة للانتماء. أستاذ وجدان، هو شنو يعني انتماء؟ الانتماء يعني اللي ينتمي للتنظيمات الإرهابية، تعريف الانتماء، وقام بعمل أو مساعدة أو تمويل أو وجد في سجلاتهم الرسمية، هذا يعتبر يطبق عليه قانون الإرهاب. لكن أكو قرار لمحكمة التمييز الاتحادية، إذا كان هو انتماء مجرد ما قام بعمل ليس يعني موجود في السجلات، هذا لا يمكن أنه يطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب، يشمل بالعفو. هذا هو الخيط الفاصل في الانتماء وفي العمل المترتب أو الذي يقوم على الانتماء. طبعا هو ممكن أنه حتى تشكيل لجان تحقيقية في إعادة التحقيق، لأنه يعني الإشكالية ليست في المحاكم، المحاكم إجراءاتها صحيحة نموذجية، لكن في التحقيق الابتدائي الأولي يعني في الأجهزة الأمنية، مراكز الشرطة، البعض طبعا هي تحصل بها إشكاليات التحقيق، انتزاع الاعتراف بالإكراه، شهادة متهم على متهم، المخبر السري. هاي أستاذ، هذا بحث طويل يحتاج حقيقة إلى تفاصيل.